أدعوكم أيها السادة أن تشاهدوا الفارس والأميرة، فسوف يعجبكم كثيرا. فارس والأميرة ده كان أول فيلم في حياتي، أول فيلم ويتعرض بعد 20 سنة بعد ما أنا بقيت حاجة في الميوزك سكور في مصر. ده لا دي بالنسبة لي طبعا ده ابني، لأن احنا برضو 20 سنة جزء منها كان فكرة ان احنا نوصل للنو هاو، نوصل ازاي نعمله. بس انا مبسوط ان احنا فتحنا باب جديد بالنسبه للنوع ده من صناعه السينما. ومش هكذب عليك، انا كنت نسيت كل حاجه تخص الفيلم يعني. وفعلا لما اتفرجت انا انبهرت بنفسي. احنا عملنا فيلم مشروع 2D بنسميه كلاسيك انيميشن، هو الرسم باليدوي. اي فيتشر فيلم انيميشن، فيتشر فيلم ده بياخد وقت، من وقت للتاني بروح اصلح حاجه، غير جمله، نغير كلمه، اي حاجه في القران محتاجه نغير مقام، نعمل حاجه. فكنت بشوف الى حد ما، لكن مش كل العمل. اطمنت وقلت الحمد لله ان مجهودنا يعني جيب فايده. انا قلت لازم اعمل غنوه احسن من اغنيه سكار فلاين كينج، اللي هو يعني اللي هو الغنوه دي انتهت بمدحت وهو بيمد صوته، بيمد يعني بيقول نغمه كده 16 مزور، وبعدين دخل قال لي نعم. ايه ده؟ قلت له هتقول. قال لي ايه؟ فراح واخد النفس كده وراح قايلها، وقايلها مره كانت حلوه جدا. تحس ان انت بتمتحني، عارفه السباحه تحت المايه، خد نفس عميق انزل بقى قول. وراح قايل، وبعد كده ايه خلص. قال لي تمام، قلت له زي الفل هناخدها تاني. يعني نقدر نقول بالفم المليان لديزني اننا قادرون على اننا نعمل احسن من لاين كينج واحسن من اسمه ايه، انا عارف بقى.